أعلن بيان صادر عن الكرملين اليوم أن المحادثات التي ستعقد بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء في منتجع سوتشي جنوب روسيا سيكون محورها التنسيق بشأن الأزمة السورية بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين لا سيما في المجال العسكري التقني. من ناحيته قال مساعد الرئيس الروسي في تصريحات صحفية إن اللقاء بين الزعيمين يأتي في وقت مناسب، كما أنه يكتسب أهمية بالغة نظرا للتطورات المتسارعة في الأزمة السورية. المسؤول الروسي أوضح أن موسكو ستقترح على عمان تنسيق التعاون العسكري الثنائي بين البلدين مع مركز المعلومات التنسيقي في بغداد الذي أقامته روسيا والعراق وإيران وسوريا بهدف التنسيق لمحاربة عصابة داعش، لا سيما وأن الأردن يتولى مهمة تنسيق الجهود لوضع قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية التي تحارب في سوريا.